أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. قال مسؤول في البنك المركزي في العراق إن نائب محافظ البنك إضافة إلى مسؤولين وخبراء ومستشارين في السياسة النقدية يستعدون حاليا إلى عقد 3 اجتماعات عاجلة بشأن اتخاذ قرار لمواجهة أي تحديات اقتصادية ممكنة بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.75%. وبين المسؤول أن العراق لا يملك أي خيار سوى التماشي مع القرار الأمريكي كما فعلت معظم دول الخليج العربي التي رفعت هي الأخرى من جانبها سعر الفائدة، مشيرا إلى أن في ذلك حفاظا على التوازن الاقتصادي وإمكانية معالجة الأضرار التي قد تنجم وأبرزها التراجع في فرص العمل. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط 6 حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة العراقية. وقالت الهيئة أنها تمكنت في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ومن خلال الاعتماد على مصادرها الخاصة وتدقيق المانيفست للحاويات المتأخرة والحاويات المخفية بالتعاون والتنسيق مع مركز الجمرك من ضبط 6 حاويات في رصيف رقم 20. وأضافت الهيئة أنه خلال الكشف والتدقيق تبين وجود حاوية براد تحتوي أدوية بشرية منتهية الصلاحية وحاوية تحتوي على دراجات نارية مستعملة مخبأة خلف أدوات احتياطية للدراجات معدة للتهريب. أعلنت إدارة منفذ برويس خان الحدودي بين كردستان العراق وإيران إلغاء الضرائب والرسوم على استيراد البنزين. وقالت إدارة المنفذ إنه بناء على قرار وزاري صادر عن وزارة المالية والاقتصاد في أربيل تقرر رفع الرسوم عن البنزين المستورد وإلغاء جميع الرسوم الجمركية على منتجات البنزين المستوردة مع مراعاة الجودة وتخفيض الرسوم الإدارية لتصدير واستيراد الموارد الطبيعية والموارد الطبيعية فقط إلى 7 دولارات للطن وإعطاء فرص متساوية تماما لجميع الأطراف لاستيراد البنزين دون تمييز وكذلك منع الاحتكار تماما. أعلن البنك الدولي توفير قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب بهدف زيادة الحماية من المخاطر الصحية وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة والفقر في الشيخوخة ومخاطر تغير المناخ. ويندرج القرض هذا الذي يعتبر الأول في سلسلة من 3 عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون حسب ما أوضحته المؤسسة المالية الدولية. أكد البنك أن جائحة كورونا وتدهور الاقتصاد المغربي أديا إلى حالة من الركود في عام 2020 وتسببا في زيادة معدلات الفقر في البلاد. أعلنت منظمة التجارة العالمية أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاقات تاريخية تتعلق برزمة تدابير تتراوح بين إلغاء الدعم عن صيد السمك ورفع براءات الاختراع للقاحات كورونا مروراً بمعالجة انعدام الأمن الغذائي. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الاتفاقات تعد تاريخية وغير مسبوقة نتائج خاصة وأنها قادرة على الاستجابة للحالات الطارئة التي يمر بها العالم. أضافت المنظمة أن هذه الاتفاقات تضمنت أيضا سبل مواجهة انعدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.